السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. فيديو جديد اليوم في ليدل، غادي نشارك معكم الجديد والحوايج اللي سقسيتونا اليوم بالنسبه للربا خالص اللي كانوا هاد السيمانه واش باقين. فبالنسبه باقين عاملينهم، فانا جيت هنايا وقلت نصور لكم شنو كاين هنايا وشنو باقي لهم. فبالنسبه لهاد هاد بيكادورا راهي باقي عندهم هنايا، زعما ما تبعتش. دابا هو السبب اللي كيخليهم يهزوا هادشي كامل ويديهم ليدل فاكتوري، حيت بزاف ديال البنات كيسقسيوني على ليدل فاكتوري. فكيبقى لهم هادشي، وهادشي نهار الخميس خصهم صافي، خصهم يهزوه، خصهم يساليوه. فهادو بقاو لهم، حتى هادي اللي كنتو سقسيتوني عليها جابوها حتى هي، هي باقا عندهم هنايا هادشي. وهاد الدستنتريه هادي ولاد اللي قلت لكم ديك النهار ديال الكوزينه، هي هادي مزيونه صراحه. انا هادي اللي عجبتني، الا نقصوا ولا الدوهن اللي ديال ديال الفاكتورين يعني نقدر نشري. هذا بكثمن 50 الاورو كاريتو كوزينه، وهذا. وبالنسبه لهنايا تخفيضات في هذاك، بالنسبه للمهم اللي ما كاين عندكم شي ليدل فاكتوري فتقدروا تجيبوا واحد جهه بحال هذيك، يعملوا ماسباراتوس يعني الحاجات اللي كيبقاو كيعملوهم هنايا كينقصوا لهم بحال هادو، حتى بي يعني بيجامات. المهم بزاف دابا، المهم بالنسبه للربا هاد الحوايج كاينه في كل شيء. هادشي اللي بقى لهم هنايا، هادو ديك الكميسيتات ها هما فين هما ديال، المهم هادو مخلطين عندهم هنايا. وهاد الحوايج اللي بقاو حتى هما، هادو فلدات فلدات، هادو ديك السوداديرات. غنشارك معكم دابا هداك الشي اللي يعني باقي لهم، ومن بعد نشوفو نوريلكم الجديد. هادو هنايا تشاليكوز، ها هما تشاليكوز حتى هما 10 الاورو. والكبابط او لابريكوس ها هما، هادو داك اللي كيجيو رقاقي. بالنسبه لهاد هاد ليدل هذا كاين في هذا في خطافي، يعني حتى بعض المرات تقدروا تجبروا في الجهه ديالكم يقدروا تسالاو هاد الشيء يكونوا هزوه، ولكن هنايا راه باقي. شحال من مره وقعت لي انا كنت كنجي مثلا هنايا ما كنجبر حتى شي حاجه، وكنمشي عاوتاني لليدل اخر وعاد كنجبر. هادو لي بوطات هما اميدو، وحتى هادو د ابريكو هذا حتى هما باقي عاملينهم. انا هادو ما اللي عجبوني هاد العام بزاف، هادو ما اللي حمقوني 18 ديال الاورو. شنو مكرهتوش يكون طويل شي شويه، ولكن اختصار. وهنايا هاد كميسيت تاع هما ما هما، وين باقي عندهم هنايا شي حاجه. بالنسبه للجديد جابوا هاد الطابله ديال بلانشا، وجابوا هادو المخوصه، هادو كتحتاجو بنات بزاف في الكوزينه وفي اي حاجه كتعمل واحد ديال الكوزينه ستيتو قطع به شي حاجه اذا كبيره. هادو الاورو، هادو اكسسواريوس ديال كستوره ولا ديال الخياطه، ها هما فنيتات باش تجيب تعمل السبنيه كاينين حتى هادو. هادو ديال خلايل، المهم كاين كلشي، كاين حتى بلانشات، جابو حتى بلانشات 20 الاورو. هادي فوندا ديال الطابلة ديال بلانشا، وصافي. هاد الماكينة هادي ديال اللي كتستخدم بالربو، هاي فينيا، المهم كتنقي الدنيا بالربو. كيستعملوها وقيلا كنظن كلشي ولا غير عندها بزاف ديال البياسات، راه هما فين هما يكونوا كيبانوا لكم. كتخدم بالربو
وهنايا صافي هادو داكشي ديال البانيو كلشي حتى السي بي يو سبيون عندي بحال هذا زعما كيخرجوا واعرين هاد السي بي يو هادو وهادو حتى هما غزالين هادو بالنسبه الا كان عندكم شي رضايم طوالين ما كتدخل لكم شي فيهم الحالفه ولا شي حاجه فتقدروا تستعملوا هادو غزالين بزاف جوج اورو المهم هادو كاملين جوج اورو هادو باورو تاع السي بي يو هادو مزيونين جوج بيهم جوج اورو خاصين مره وهادي سبونجا يعني كل شيء هذا مكان وجابوا هاد اسبيرادورا هادي حتى هي كتشارجا كتعمل 55 دولار هنايا كاين هي وجابوا حتى واحد الارماريو ديال الكوزينه اولا المقطع ديال هذه المقطع ديال التصبين الا كان عندكم شي جهه مثلا ديال التصبين بغيتوا تعملوا فيها ماكينه التصبين كتعملوا ماكينه فيها وفوق كيجيو صابون خلايه داكشي كامل اللي كتحتاجوا ومزيونه والله العظيم مزيونه هذه مثلا اذا كان عندكم شي جهه حضر الشارجم فغتجي مزيونه فهي هادي ديال الماسين انا عندي بحال هادي عندي نيتا وتا في اللون وقيلا ماشي المهم برد المهم انا عندي بحال هذا جاني خضر قوي شويش انا عندي خضر مبرد فكتهز نفس الطاجيرات انا عندي بيدي كتهز كتعملها فوق فوسط ماريو من داخل حتى هي كتهز كتعمل اربعة ديال الاور وحتى هاد ماريو هذا الماريو ديال بحال نقول لكم المهم غير ديال التوب من هنا او كيفاش كيجي من هنايا اذا كان مثلا عندكم هذا الحوايج زايدين ولا ما بغيتوش تشريو ديال هذا ما بغيتوش تشريو هذا ديال اللوح وهادو حتى هما مزيونين هادو كارو كيجي كانوا كيبانوا لي في التصويره صغارين ولكن هما كبارين هاو فين تقدروا تعملوا فيه اللي بغيتوا هو عاملين فيه داكشي ديال التصبين ولا داكشي ديال مواد ديال التنظيف صافي هنا عاملين هاد اللمباره هاكا تعمل 13 هنايا بومبيات البومبيات هادو كيقتصدوا شي شويش الضو احسن بومبيه ديال تشينو انا عندي بحال هادي بحال هادو اللون ديالهم مزيون كيخرجوا مزيونين هادو كبارين 4 الاورو هادو 3 هادو كاخات حتى هما ديال التنظيم هما كيفاش عاملين كاينين هاد في الغوز هزو منه ما بقاش كيف ما كتشوفوا مبقاوش منهم بزاف وكاينين هاد الكاخات هادو اللي كيتشدوا ولا كيتطغوا حتى ما تقدروا تعملوا بهم اي حاجه 5 الاور هما كيتشدوا ها شوفينو ما شي تصويره ديالهم هما مشدودين فين هما ملي كتحتاجهم كتجبدوا هما هادو غننزلها هنايا وصافي نحيدها الطريق هادو غاديك بلاستيكات ديال تقدروا تعملوا فيهم الحوايج هادو تقدروا تعملوا فيهم بطانيات في الصيف ملي كتخبعوا بطانيه تقدروا تعملوهم فيهم الحوايج اللي ما كتستعملوش باش ما كيغمالوش هنايا باقي الحوايج اللي كتشوفوا ديال يبقى لهم التخفيضات فهما باقي الا بغيتو ديو ولادكم شي حاجه تشاليكوس هادو ابريكوس ودوك اللي جاين هادو
سبيدوس ما عرفتش فين وما مبقاولهمش سبيدوس طارو بيهم باقيين غير هادو الثمن ديالو خمسة ديال الأورو هذا خرسي أربعة ديال الأورو سبابط ديبورتيفوس خمسة خمسة وكاينين حتى هادو بسبعة الأورو سبعة الأورو وهادو اللي أقيلة هادو اللي ما فيهم شي فيهم والو هادو بأربعة المهم هادو الشي هذا كما كنت وريتهم لكم قبل غير عندهم مقلوبين هنا مرونين هادو ديك سراول اللي كيجيو مجبدين هنايا هادو ديال تا هما عاملين لهم 4 الاورو كيجيو هيدا كنظن انا ماشي هادو هما هادو هما هادو هادو 9 الاورو تشاليكوس بخمسة الاورو اللي عندهم اليدين ديالهم هاد مفتوحين ولا المهم مخلطين عنده ماتشينا مرون حتى كتعرفوا بنادم كيبقى غير كيهوز هادو ماتشاليكو هادو ماتشاليكو وصافي هادشي اللي كاين هنايا وريتكم المهم ديك الشيء اللي كاين باقي عندهم كامل ها هو وصافي هاديك الشيء ماس باراتو داك باتي دورا وما باقيين عاملينها هنايا تخفيضات وهادشي اللي كاين بالنسبه البنات اللي سقساوني على السيروم اللي يدير للتجاعيد فهو هذا البنات هذا هو السيروم اللي سبق لي هضرت عليه وكنت صورت لكم فهو اللي مزيون في اليد ضد التجاعيد وبزاف ديال الناس جربوه وعجبهم هو هذا وكاين حتى كونتورنو دي اوكوز ولا تحت العينين كاين حتى هو هذا فيه ايج ستوب كيعمل 6 الاورو المهم 7 الاورو الكونتورنو كيعمل 5 الاورو 99 فهو هذا البنات غزال 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 غير جربوه فهذا اللي مزيون هنايا بالنسبه للكريمات فانا سبق لي هضرت لكم عليهم المهم كل حاجه ليش كتستعمل كاين بزاف ديال ماركات كيف ما كتشوف ماشي ماركات وبزاف ديال الخيارات تقدروا تستعملوا كل وحده على حسب ماركه ديال الوجه فعندكم بزاف ديال الاختيارات فانا سبق لي هضرت لكم على هاد الكريمه هذه ديال الرمان فهي واعره يعني بالنسبه للبنات اللي بغاو يعني ما عندهمش تجاعيد وبغاو يستعملوا شي حاجه فهذه غزاله بزاف يعني انسان كيكون باقي ما عندوش تجاعيد فتقدروا تستعملوا هذه وعندها تكريمه ديال تحت العينين فهي هذه ديال الرمان هذه وهذه انا قلت لكم هذه حتى هي مزيونه احسن ديال المركادونا وهنايا جابوا عندهم هنايا زيت ارغان المهم كاتبين عليه بورو وكيعمل 5 الاورو و 49 فان شاء الله نشريه ونجربه المهم نقول لكم افضل بنادم يجيبو من المغرب يعني حنا عندنا تما بصح بورو فتجربوه المهم كانت كتهضر وقطعت لكم فهو هذا فيه كوم فيتامين اي وهنايا الزيت ديال الشجره ديال الشاي حتى هو وهادشي اللي كاين المهم انا وريتكم في كيتباع تقدروا ما تجبروه شي في شي المهم محتاج بزاف البنات كيقولوا لي هذاك الشيء اللي عندكم ما كنجبروش حنايا في اللي ديال اللي عندنا ضروري خصكم تمشيو شي بلاصه اخرى تكون يعني شي اللي ديال الاخر حيت بعض المرات ما كيجيبوش كل شيء بحال بحال وهنا البنات كنكون وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى انه يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا شي شويش ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله وما تنسونيش بالدعاء ديالكم السلام عليكم.